السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله السادة مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة الطبية التي تأتيكم مباشرة في سياق برنامج الرسالة اليوم. النافذة الطبية لهذا المساء نتكلم فيها حول موضوع جراحة تكميم المعدة، ما لها وما عليها. سوف نناقش هذا الموضوع مع أحد كبار المتخصصين فيه، وهو الدكتور نايف بن عبد الله العنزي، استشاري جراحة السمنة والمناظير ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بحي الروابي في مدينة الرياض، والحاصل على الزمالة الكندية والأمريكية في جراحة السمنة. كذلك الدكتور نايف هو مستشار معتمد لمكافحة السمنة من الجمعية الأمريكية لمستشاري السمنة الدوليين، حاصل على ماجستير في إدارة الطبية من قبل. أهلا بك يا دكتور وحياك الله معنا في قناة الرسالة. يا أهلا وسهلا، وأتشرف بوجودي بينكم، وإن شاء الله تكون لقاء خفيف ومفيد للجميع بإذن الله. الله يعطيك العافية. طبعا هو خفيف لأنه نتكلم عن التنحيف. بالضبط. وهذه أعتقد هي الإطلالة الثانية معنا في قناة الرسالة. أي نعم صحيح. الأولى كانت قبل رمضان، وتناول فيها الزميل طارق القرني معكم مواضيع تتعلق بالعادات الغذائية ومكافحتها للسمنة أو دورها في المحافظة على توازن الجسم. نعم هذا صحيح. يعني اليوم راح نتكلم شوية، يعني مرحلة ثانية من الحوار معكم دكتور نايف، عن موضوع العمليات المرتبطة بالمعدة اللي هي أساس عملية السمنة والنحافة. فعندنا مجموعة أسئلة كبيرة راح نشاهد يعني أو راح نتطرق مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء إلى عمليات المعدة الجراحية وعمليات المعدة غير الجراحية، ومن هو المؤهل لإجراء عمليات جراحية ترتبط بالمعدة وتكميمها، عمليات تكميم المعدة في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة في السعودية، أين وصلت الرعاية الطبية في هذا المجال في هذه النقطة تحديدا، أيضا نعرف بعملية تكميم المعدة مميزاتها ولماذا تتم بالمنظار وما هي مخاطرها وما علامات الحاجة إليها وما علامات نجاحها كذلك، ثم نتساءل ربما في آخر جزء من الحلقة عن مرحلة ما بعد العملية، بعض المشاكل التي يعاني منها بعض يعني خلينا نقول المتكممين اللي هم أجروا عملية تكميم المعدة. مجموعة كبيرة من الأسئلة، نرحب باتصالاتكم كذلك على هاتف البرنامج الذي سوف يظهر تباعا على الشاشة. دكتور نايف، موضوع المعدة يعني هو يمكن بالفعل 70-80% من مواضيع التنحيف كلها ترتبط على موضوع الأكل، اللي هو المعدة هي بيته وهي يعني صمام الرحى فيه. في البداية، الجراحات أو العمليات المرتبطة بالمعدة كمدخل لحلقة نتكلم فيها عن عمليات التنحيف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دائما احنا نقول المعدة مظلومة في المواضيع هذه، انا احس انها ظالمة كانت. لكن طبعا عمليات، احنا سبق تكلمنا في مواضيع سابقة عن اسباب السمنة ومضاعفاتها والمشاكل اللي ممكن الانسان يصل لها بعد ما يصل الى مرحلة السمنة، وتقسيم درجات السمنة من بناء او اعتمادا على كتلة الجسم. النقاش أو حديث اليوم حيكون على نوعية العمليات اللي ممكن تجرى للناس اللي يعانون من السمنة. وذكرنا في لقاء سابق أنه دائما إحنا نصل إلى مرحلة العمليات كآخر حل بعد الإنسان ما يتجاوز اللي هو الحمية الصحية ويتجاوز عمل التمارين، ويصل في يوم من الأيام إلى أنه ما في حل إلا أنه أنا أعمل الجراحة. فالجراحة هي آخر الحلول. طبعا الجراحة هي تقسم، هذا عفوا معليش دكتور المقاطعة، هذه مسألة مهمة، لأنه كثير من شبابنا اللي بس ما أن يبدأ في مشاريع التنحيف أو مشاريع الاعتدال في الجسم والقوام يجي على ذهنه مباشرة موضوع عمليات المعدة. طبعا للأسف كلامك صحيح، وهذا للأسف الناس تفكر في الحل السريع من غير أن ما تدخل في الحلول اللي تسبق اللي هو العمليات. أرجع أكد أنه عمليات السمنة هي عمليات آخر الحلول اللي ممكن نصل لها في يوم من الأيام بعد ما نتجاوز جميع الحلول اللي قبلها. والسبب في ذلك أنه يعني ممكن يجي إنسان يقول لك طيب أنا لما أبي أسوي حمية أو أسوي رياضة ما أحتاج أني أنا أجيك وأسوي العملية. هي أمر ضروري، لأنه الإنسان لابد أنه ضروري ولا غير ضروري؟ أمر ضروري، أمر ضروري لعملية التكميم، أمر ضروري عملية التكميم، وأمر ضروري أنه تكون تسبقها اللي هو الحمية. أيوة. محاولات الحمية، محاولات الرياضة. والسبب في ذلك أنه الإنسان يساعد نفسه أولا يكون ذو عزيمة،
تعطيه صبر حتى في مسألة ما بعد العملية، تغيير في سلوكيات الإنسان الغذائية والبدنية، هذا أمر مهم حتى في مرحلة ما بعد العملية. مدى تلاف الجسم على التغييرات الجديدة بتكون أسهل بكثير من إنسان ما سبق أنه حاول، أو إنسان فجأة جالس اليوم بكرة قال أنا أبغى أسوي عملية وخلاص أنا ما أبغى أدخل في أي رجيم أو أي نشاط بدني. هذا غلط. طبعا تفصيلا لعمليات عمليات السمنة، هي تنقسم إلى جزئين، عمليات جراحية بمعنى أنها تستدعي تدخل جراحي، وعمليات غير جراحية وبعيدة عن التدخلات الجراحية. خلينا نمسك العمليات الغير جراحية. العمليات الغير جراحية طبعا في أنواع كثيرة في هالوقت بدأت تطلع، لكن سبقتها واحدة من الأنواع اللي هي عمليات البالون. هذه يمكن على رأس العمليات غير الجراحية. بالضبط، هذه أول اختيار الآن بدأوا فيها الأطباء على مستوى العالم وما زالت مستمرة. البالون تقريبا كان اكتشافه في 1980 أو 81 تقريبا، بدأ في محاولات معينة لإنزال الوزن لكن فشل في فترة من الفترات، فبدأ العلماء تطوير البالون سنة بعد سنة، فبدأت الآن تنزل في الأسواق يمكن تقريبا من 15 سنة أنواع جديدة. كان الهدف منها من الأساس هو انتقال الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، وعملت للأمانة للناس أصحاب الأجسام الكبيرة اللي يكون عنده مثلا كتلة جسم أكثر من 60، الهدف منها أنها جسر عبور إلى عمليات جراحية. فأنا بالتالي أنا أقلل حجم أو كتلة الجسم فأنزل بها من 60 إلى 40 إلى 45، وبالتالي سهولة العملية الجراحية حتكون أفضل بكثير من أن أنا أعملها على كتلة جسم عالية. فمن هنا بدأت الفكرة تبعت البالونات. ثم بعدها عفوا دكتور نايف صاروا يعملوها أصحاب الكتل غير الكبيرة. نعم صحيح. هذا بيجيك الآن في النقطة اللي بعدها. فالآن بدأت الآن الناس يستسهلون موضوع اللي هو البالون، لأنه ما هو تدخل جراحي، موضوع سهل، موضوع تقريبا بروسيجر ياخذ مننا 10 دقائق العملية. عشان كذا أنا أقول لك هي ما هي تدخل جراحي عن طريق اللي هو المنظار والجهاز الهضمي. 10 دقائق المريض يكون البالون تكون موجودة داخل معدة الإنسان، وتقريبا نصف ساعة بعد الإجراء ويروح البيت ويعيش حياته طبيعي جدا. طبعا البالونات أنواعها كثيرة الآن في السوق، في بالون في اللي هو الكبسولة المعدة، وهذه أعطت نتائج كويسة، في اللي هو البالون تبع 6 أشهر، وفي البالون تبع السنة. كل واحدة لها امتيازاتها في من ناحية نزول الوزن ومدة بقائها داخل جسم الإنسان. فهذه بشكل عام عن البالون. في الأنواع الثانية طبعا كتدخلات غير جراحية، مثل عمليات مناظير الجهاز الهضمي وحقن البوتوكس للمعدة. هذه طبعا واحدة من العمليات اللي أجريت في الفترات الأخيرة، لكن ما زالت تحت التجربة، ما أثبتت فعاليتها بقوة مثل البالون. والسبب أنه مثل ما قلت ما زالت تحت التجربة، هي عملت في مكان أو مكانين وما أعطت نتائج دقيقة. والله أول مرة نسمع فيها هذه. نعم. هي تعطى حقن بوتوكس لداخل المعدة. بالضبط. لتقليل مساحة استيعاب الطعام. صحيح بالضبط، هذا اللي فعلا هذا اللي يصير. احنا نحقن عن طريق المنظار ونحقن داخل اللي هو المنطقة اللي تحتوي على خلايا أو هرمون الجوع، وبالتالي نصغر الحجم، فكمية الأكل الداخلة تكون قليلة. تظل هي عملية مؤقتة مدتها لا تتجاوز 6 أشهر، لأن الجسم يطردها على طول. بالضبط. المعدة تغيرها. بالضبط. أو تهضمها. لا، هي مدة الحقن أو المادة نفسها تتلاشى بعد فترة 6 أشهر. هي نفس مفهوم البوتوكس اللي يوضع في مثلا في الوجه وفي اليدين. هي نفس المادة. طبعا لما احنا نعمل الإجراء هذا طبعا يتزامن مع لابد المريض يجلس على حمية معينة، ولابد انه يجلس على أدوية معينة ايضا، فهي مجموعة ليست العملية بحد ذاتها. في نوع ثالث طبعا الآن بدأوا فيها، اللي هو عملية تكميم المعدة الداخلي عن طريق المنظار، وهي خياطة المعدة من عن طريق الجهاز الهضمي
خياطة طولية كأنه أنا أكمم المعدة من الخارج، لكن هنا من هنا أدخلها الخياطة تكون داخل المعدة. هذه كلها عمليات غير جراحية. غير جراحية. فهذه عن طريق الجهاز الهضمي. فيها تخيط وفيها كذا، مش جراحية. لا، الجراحية اللي نقصد فيها بمعنى تدخل جراحي في شقوق في جدار البطن واستخدام المنظار. أيوة. طبعا هذه ما زالت كذلك من العمليات الجديدة وإلى الآن ما رأت النور بشكل صحيح، فما زالت تحت التجربة. فهذا الشق طبعا اللي هو الشق الغير جراحي، يعني هذا كله يا دكتور نوع عمليات معدة غير جراحية. بالضبط. اللي هي البالون، نعم، وحقن البوتكس، وتكميم المعدة بالمنظار من داخل. نعم، من داخل المعدة. نعم. طبعا الأكثر الآن شهرة البالون. طبعا بالضبط، اللي لاقى قبول عند الناس بشكل كبير اللي هو البالون بجميع أنواعه، سواء بجميع كانت الكبسولة، سواء كانت بالون 16 أو بالون السنة. أيوة. لو معلش يعني قبل ما نغادر المنطقة هذه، نعرف أن أنت ما شاء الله جراح، فتخصصك كله عمقك في الموضوع الثاني اللي هو عمليات الجراحية للتكميم. نعم. في موضوع البالون بالضبط، هل ممكن تقدم بعض النصائح بس للمشاهدين، لأنه الموضوع هذا كثير ما يسألون عنه؟ أنا عشان أصحح بس شيء قلته، تخصص الجراحة يشمل تخصصي في وضع البالونات. أها. لأنه هذا يعتبر جزء من التدريب اللي أنا اشتغلت عليه أثناء تمام. الزمالة تمام. فموضوع البالونات هي من تخصص جراحي السمنة. يعني تفعل في عمليات أو نعم. تقدمه. نعم، احنا ناخذ كل شيء معنا، ما نخلي أحد شيء. فالبالونة يعني بنظرة سريعة الهدف منها، أولا احنا طبعا نحضر المريض، نحتاج فقط تحليل صوري للدم، نتأكد أنه ما يكون عند المريض في تاريخ المرضي أي التهابات في المعدة أو تقرحات، أو يكون عنده جرثومة في المعدة من قبل، أو أنه أجرى عمليات سابقة للمعدة. ففي هذه الحالة في وجود عمليات سابقة أو التصاقات سابقة، هذه ضد أنه عمل أي إجراء كالبالون. فالمريض يحضر إلى وحدة الجهاز الهضمي، يكون التخدير تقريبا شبه موضعي، لكن احنا نسميه التخدير الهادئ، بمعنى انه المريض يكون بين صاحي ونايم. فان اول ما نعمل استكشاف للمعدة عن طريق اللي هو المنظار الفموي للجهاز الهضمي، نستكشف ما يكون عندنا اي التهابات تقرحات او نزيف معين داخل المعدة. اذا كانت الامور طيبة نبدأ بادخال البالونة. الهدف من البالونة هي شغل حيز داخل المعدة، فوبالتالي كمية الأكل اللي داخله حتكون قليلة. صح. هذا واحد. اثنين، الهدف انه تعطي المريض مدة شبع أطول، وبالتالي تقلل من إفراز هرمون الجوع، فيحس الإنسان لما يبدأ يأكل يأخذ له فترة طويلة على بما يحس بالجوع. فهذه هي الهدف الأساسي من وضع البالونة. نحقن البالونة. لو احنا تكلمنا عن بالونة الستة أشهر أو البالونة المائية أو البالونة الهوائية، البالونة المائية نحقنها بالموية والملح ونضع فيها صبغة. الهدف من الصبغة صبغة زرقاء، الهدف من الصبغة أنه في حال لا قدر الله صار عندنا تسريب من البالون، هذا مباشرة حيبان عند الإنسان في تغير في لون البول عزك الله. أيوة. فيتغير من الأصفر إلى اللون الأخضر. فهذه زي علامة إنها البالونة راحت. بالضبط، إنه البالونة بدأ فيها تسريب. فالإنسان لابد إنه مباشر المريض يتواصل مع طبيبة ويحتاج إنه يشيل البالونة. هذا واحد. ممتاز. لها أخطار؟ طبعا كأي جسم غريب داخل الإنسان، ما نتكلم عن خطر، لكن وارد المضاعفات، لكن قد لا تذكر المضاعفات تبعتها. جدا جدا ضعيفة. لكن أنا دائما أقول للمرضى، إحنا لو قرينا من الناس اللي ناكل بنادول في اليوم يعني أكثر من مرة، فلو قرينا بس تفاصيل أو الأعراض الجانبية تبعت البنادول يمكن ما نقرب وناكل إلا والله صادق. فالبالون بنفس الطريقة، هناك طبعا أعراض جانبية من الشركة، يقول لك ممكن تزيد حمض المعدة، ممكن يكون هناك في نوع ما تقرحات، لكن أنا للأمانة ما شفتها، هو جدا قليلة فما تذكر. البالون الهوائي أو الكبسولة، كبسولة المعدة هي من النوع الآن اللي بدأ كمان ينتشر عند الناس كثير، مدته بسيطة، مدة 3 أشهر، كمية الوزن اللي ممكن يفقد تقريبا حوالي 15 كيلو في 3 أشهر. في 3 أشهر.
ويعتبر يعني يعني خصم من الجسم، خصم طبيعي، او خلينا نقول انقاص وزن طبيعي شوي. بالضبط 5 كيلو في الشهر مش حاجه صعبه على الجسم. هو في ناس طبعا في ناس يحرصون انه عدد الكيلوات اللي يحتاجون انهم ينقصونها ما تكون كثيره، فيلجا للبالون لانه اسرع له. فزي ما قلت لك هي تحسسه انه الكميه اللي ياكلها حتكون قليله، بنفس مفهوم البالون الثانيه. المده بسيطه، في ناس يقول لك انا ما احتاج انه انا احط جسم غريب فتره طويله عندي. صحيح. في جسمي. فالميزه في الكبسوله انه ممكن نضع اكثر من كبسوله داخل وقت واحد. في لا خلال تقريبا اي، فنضع الكبسوله الاولى ممكن بعد اسبوعين نضع كبسوله ثانيه. ميزتها انها تتشكل بحجم المعده بنفس الطريقة، تحتاج من الإنسان أن يشتغل على نفسه بالحمية وبالرياضة. النزول طبعا اللي هو الأساسي بالنسبة لنا وكمعيار نقول لك 15 كيلو، لكن إذا الإنسان اجتهد والتزم بالمشي يوميا نصف إلى ساعة حيكون أكثر من هذا بكثير. ما يحس دكتور نايف كذا بجسم غريب في بطنه وتحس أنه يعني مش متأقلم، مش مرتاح نفسيا، منزعج؟ طبعا هي في البدايات، في البدايات اول 3 أيام 4 أيام تقريبا، هي اول انا احطها دائما بين يومين الى 3 أيام، احيانا تصل الى 5 أيام، احساس غريب انه في شيء مالي بطني كاني. انا دائما اشبهها انك انت اكلت وجبه كبيره، فكيف تحس بالتخمه بعد الوجبه؟ احس انا اشبهها بهالطريقه، انه حاس انه في شيء باحساس التخمه اللي موجوده عندك، لكن هذا يختفي تدريجيا مع الوقت. طيب ممتاز، احنا كذا انتهينا في حوارنا من عمليات غير الجراحية. بعد الفاصل راح ندخل مباشرة في عملية تكميم المعدة وهي احدى انواع العمليات الجراحية بإذن الله. خلنا معك دكتور، وقت طيب، وان شاء الله المشاهدين الكرام اخذوا معنا ايضا الجزء الثاني من هذه الفقرة بعد الفاصل. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام إلى الجزء الثاني من النافذة الطبية الأسبوعية في قناة الرسالة. حوارنا متواصل حول جراحات تكميم المعدة، ما لها وما عليها، مع الدكتور المبتسم المشرق الدكتور نايف العبد الله العنزي، استشاري جراحة السمنة ورئيس قسم الجراحة في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز في الرياض. دكتور، قبل الفاصل كان كلامنا في الجزء الأول عن الجراحات أو العمليات غير الجراحية المرتبطة بالمعدة، وتكلمنا باسترسال في موضوع البالون، مع أنه مش عنوان حلقتنا، بس أنا متأكد أنه كثير من المشاهدين ربما يستهويهم عملية البالون للمعدة عوضا عن عملية تكميم المعدة. فخلينا نتكلم في الموضوع الثاني، أعرف أن ربما تكون عملية جراحية ثقيلة شوية، من هو المؤهل لإجراء عملية جراحية لتكميم المعدة؟ وأيضا ما هي العمليات الجراحية غير تكميم المعدة المرتبطة بالمعدة في موضوع مشروع البحث عن النحافة؟ طبعا في اشتراطات معينة، ما هو كل إنسان مؤهل أنه يعمل عمليات التكميم أو عمليات التدخلات الجراحية. هي تحسب بكتلة الجسم، فالمريض اللي يعاني من كتلة جسم من 30 إلى 35 إذا عرفنا، أرجع شوي وراء ونعرف كتلة الجسم اللي هي الوزن على مربع الطول أو الطول تربيع، فالطبيعي يكون عندنا أقل من 25. تعطينا مثال على الفكرة، يعني مثلا واحد طوله 170 سنتي ووزنه سلمك الله مثلا خلينا نقول 100 كيلو، ترى تقدر توزنها ولا تحتاج العملية حسابية؟ ترى ما أنا ماني جيد في الرياضيات فحرجتني كذا. لا لا، هي مشكلة. فهي تحسب بطريقة، يعني احنا نحسب مثلا خلينا نقول الوزن 170 كيلو. أنا ممكن أساعدك أو الجهاز يساعدني وياك. إي ممتاز. لو حسبنا مثلا أنه الوزن 120، الوزن 120 كيلو، ممتاز، والطول 165 أو 150 تسهيلا، نقسمها كذا 120 على 100 اي على مربع الطول، يعني 150 تربيع. ايوه طيب، فاقسم ال 120 على على مربع ال 150. كذا مش هنكمل في الجهاز هذا لانه جهاز غير علمي في حاسب، عشان كذا لكن كل ما زادت الكتله اللي هو الناتج تقسيم الطول على تربيع الطول، تربيع الوزن على تربيع الطول. بالضبط، فكل ما زادت كل ما كان الانسان مهيئ لي او مجهز لعمليات السمنه. تبدا من 30% زياده، احنا نحسب من 30 الى 35. هذه الكتله دائما فيها خلاف كثير عند الناس. هذه الى الان انظمه الجمعيه الامريكيه لجراحه السمنه، نوعيه من الناس او المرضى اللي يعانون بين الكتله من 30 الى 35 هذه لا ينفع لهم اي تدخل جراحي.
فالبديل للعمليات الجراحية كتكميم وتحوير مسار، البديل أنه ممكن يعمل البالون، البديل ممكن يعمل حزام المعدة، لكن مش التكميم، مش القص. المرضى من كتلة جسم 35 إلى 40 هذولا مصرح لهم بعمل عمليات التكميم، بشرط يكون عنده أي أمراض صحية كالسكر. إنه ما يكون عنده. يكون عنده. يعني إذا كان من 35 إلى 40 لابد يشترط إنه يكون عنده ضغط، سكر، كوليسترول، مشاكل في العظام، تكيسات في المبايض للنساء، عقم، مشاكل في القلب، مشاكل كثيرة كمضاعفات للسمنة. أيوة. لكن أي مريض كتلة جسمه من 40 فأعلى فهذا النوع من الناس أو من المرضى اللي مصرح لهم بعمل ويكون مؤهلين لعمل اللي هو عمليات التكميم، عمليات الحزام، عمليات تحوير المسار، أي عملية أو تدخل جراحي. طبعا من الشروط الثانية أو أنه يكون الإنسان مؤهل، ما تكون عنده أي أمراض نفسية نشطة، يكون الإنسان كانت وجود أمراض نفسية يكون على أدوية وعلاج ومسيطر عليها، ما يكون المريضة تعاطى الكحول، فعلى الأقل يبغى له سنة. الناس اللي تتعاطى الكحول لابد أنه سنة يكون بعيد وموقف اللي هو تناول الكحول. هذا بشكل عام. التدخين دكتور؟ والتدخين أنا دائما أقول للمرضى أنه من الأفضل إيقاف التدخين. علميا ما ثبت أنها لها علاقة مباشرة في التسريب، لكن كخبرة أنا اكتشفت أنه التدخين أحد الأسباب اللي تقلل من التئام الجرح. أيوة معلومة. وبالتالي ممكن يحدث عندنا مضاعفات. هذه معلومة تجريبية يعني أنت وقفت عليها. نعم، هذه أنا على تجربة أكثر من مريض أنا شفته في أمريكا وفي كندا. كان مريض أو مجموعة مرضى ما زالوا نقولهم وقفوا التدخين مستمرين، فكانوا يعانون من تسريب مستمر. من إيش؟ من التسريب. تسريب. إيه إحدى مضاعفات اللي هو عملية التكميم اللي بنجيها بعد شوي. ممتاز. فالتدخين يضعف من التئام الجروح، فمن الأفضل كل ما وقفت فترة أطول كل ما استفاد جسمك. أولا يستفيد الجسم من مرحلة ما بعد التخدير، لأنه التخدير عام تعرف تأثير التدخين على اللي هو الإفرازات تبعت الصدر. سرعة الإفاقة بعد العملية تكون أفضل للناس الغير مدخنين، التئام الجروح يكون أفضل للناس الغير مدخنين مقارنة بالمدخنين. طيب ممتاز، احنا كذا عرفنا أنه المؤهل لهذه العملية اللي كتلة جسمه 40 وفوق هذا بدون نزاع. نعم. اللي من 35 إلى 40% كتلة الجسم لديه أو لديها ولديه أمراض أخرى يعني تسبب سمنة فهو مرشح بالأولوية. بالضبط. اللي أقل من 35 لو أراد أن يأخذ عمليات تكميم إيش تقول له؟ أقول له التزم بالأكل الصحي والتزم بالنشاط البدني الصحيح ولا تفكر في عمليات التكميم. نعم في بعض الجراحين يتجاوزون هذه النقطة ويعملون عمليات التكميم لمن هم أقل من 34، وهذا ما تمت الموافقة عليه وما زال لا ينصح بإجراء التكميم لهم. هناك البدائل كالبالونات، البدائل كحزام المعدة، هذه كلها إجراءات مسموح بها، لكن تكميم الكتلة الجسم أقل من 35 ما أنصح فيها. دكتور نايف، حزام المعدة هو الخارجي؟ لا، الداخلي. داخلي. نعم، حزام المعدة يكون حزام أو حلقة تلف حوالين المعدة بحيث أنها تقسم المعدة إلى قسمين، تكون زي الساعة الرملية. أعلى وأسفل. هذه جراحية؟ نعم، هذا التدخل الجراحي. إذا خلينا نقول إنه التدخل الجراحي له عدد من الصور، ما هي؟ حلقة المعدة أو حزام المعدة. أيوة. التكميم، تحويل المسار للمعدة اللي هو ربط المعدة، جزء من المعدة تقريبا الجزء الأعلى من المعدة ربطه مباشرة بالأمعاء، فهنا يقلل هذا النوع يسمى نوع التصغير، تقليل كمية الأكل وزيادة تقليل الامتصاص. فعندنا خلينا نقسم لك هي قسمين، نوعين، نوع نسميه تقليل كمية الأكل من العمليات الجراحية اللي هي يشمل تكميم المعدة وحزام المعدة، هذه فقط تقلل كمية الأكل. والنوع الآخر نسميه تقليل الكمية مع تقليل الامتصاص اللي تشمل على تحويل مسار المعدة
وتحويل مسار الاثنى عشر. يحس انه خطير هذا دكتور. طبعا يعني هذا تخلي الجسم الجزء الاسفل من المعدة مرهل غير عامل طوال انت ما قاعد تحول المسار من فوق الى الامعاء مباشرة. بالضبط. هو في نوع مو كل الناس تنفع لهم، في نوعيات معينة من الناس مناسب لهم عملية تحويل المسار، مناسب لهم جدا. طبعا تحديد العملية بالأول والأخير يعتمد على مهم. على كتلة الجسم عند الإنسان، الأمراض الصحية المزمنة المتزامنة مع المريض، عمر المريض، أيضا جنس المريض، هذه كلها تلعب دور في اختيار نوعية العملية المناسبة، بالإضافة إلى وجهة نظر الطبيب أو الجراح لتاريخ المرضي للمريض نفسه. ممتاز. احنا كده تكلمنا الآن عن حوالي في العمليات الجراحية حوالي 4 مسارات. نعم. وفي العمليات غير الجراحية عن 3 مسارات. نعم. فهي 7 أشياء ترتبط بالمعدة أو 7 عمليات ترتبط بالمعدة، تحديدها يتوقف على دراسة الحالة المرضية ورأي الطبيب وعمر المريض والمريضة ونوعه وكذلك كتلة الجسم والحالة المرضية الخاصة فيه. صحيح. نعم. يا سلام، أنا كده صرت دكتور إلا شوية. طيب دكتور، بالله تعطيني ومشاهدين فكرة عن مراحل عملية تكميم المعدة. طيب أنا أشوف كذا يعني لو ترسم لها رسمة أو شيء يكون جيد. طيب خلينا، أنا عندي هنا رسمة جاهزة، لو ممكن بس نقرب عليها الكاميرا. ممتاز. طبعا كعمليات التكميم، احنا أولا عمليات تجرى بالمنظار. يكون عندنا تقريبا لو افترضنا انه هذا جسم او جدار البطن للانسان، حيكون عندنا فتحات او شقوق صغيره في جدار البطن، كل شق لا يتجاوز 1 سنتي، حيكون عندنا 1 2 3 4، احيانا نستخدم 3 شقوق في جدار البطن، واحيانا تكون اربعه شقوق، يعتمد على حجم المريض وكتله جسمه وعلى حجم المعدة. المعدة هي الحجم واحد بس هنا على كتلة الجسم حجم الجدار البطن. أيوة. تخترقون عفوا جدار البطن مباشرة بما يوازي المعدة عبر المناظير. بالضبط. 3 شقوق إلى 4، كل بالضبط. شق 1 سنتي عرضه تقريبا. جميل. يعني ما يترك له أثر، معليش. بالضبط. هي كل احنا نسميها عمليات السمنة التجميلية في نفس الوقت. لأنه كل الجروح هذه كلها جروح تجميلية، بمعنى انها صغيره مع الوقت هذه كلها تختفي، فممكن تجي بعد سنه لما يتم التئام كامل الجروح، ما اذا ما كنت يعني دقيق في الملاحظه احيانا ما ترى الفتحات نفسها. طبعا الفتحات هذه نركب منها انابيب لاجراء اللي هو عمليه المنظار. واحده من الشقوق هذه نستخدمها للكاميرا، والشق الثاني الكبير نوعا ما نستخدمه لاجراء اللي هو القص، وهذه اليمين واليسار لمساعدة الجراح، يد اليسار اليمين واليسار. يا سلام. أحيانا قد استخدم إحدى الأنابيب في الجزء العلوي، هذا إذا كانت حجم الكبد كبيرة، وهذه أمر مهم أحتاج أنا أنبه له. دائما أنا المرضى في مرحلة ما قبل العملية أحتاج أحضرهم بطريقة صحيحة لتجنب اللي هو الكبد الدهنية. جميع المرضى اللي يعانون من البدانة والسمنة يعانون من كبد دهني، تراكم الشحوم على الكبد. بالضبط. أعلى المعدة. بالضبط. لا، هي الكبد تكون دهنية، تراكم الدهون داخل الكبد، وبالتالي بدل ما تكون الوضع للكبد بالوضع الصحيح أو بالحجم الصغير، فمع وجود الدهون فتكون حجمها جدا كبير. فإحنا نحتاج دائما لما نسوي العملية نرفع الكبد على اساس نقدر ناخذ مسارنا في قص المعده. ايوه، لان الكبد تحول دون المنظار ودون دخول للمعده في حاله الشخص السمين. بالضبط. ايوه، فانت ترفع يدخل المسار الرابع هذا من فوق يرفع الكبد شوي. بالضبط، نرفع الكبد على اساس نقدر نشوف في عمليه القص الى نهايه المعده فوق. يا سلام. فدائما انا احط المرضى على برنامج ما قبل العمليه تقريبا 2 أسبوع، برنامج غذائي نوعا ما صارم يحتوي على بروتينات عاليه، وقبل العملية ب3-4 أيام يكون على سوائل يعني سوائل شفافة. الهدف أنه أنا أساعد المريض أنه يقلل من حجم الكبد ونصغرها. 2، نساعد المريض أنه يعيش مرحلة ما بعد العملية، وتهيئة المريض لمرحلة ما بعد العملية. فإذا قدر أنه يتعايش مع الوضع هذا فحتكون النتائج ما بعد العملية أفضل بكثير. وهذا طبعا نفس الموضوع اللي كنا نتكلم عليه قبل الفاصل، في بعض المرضى
يحرص انه لا انا جايك اليوم ابغى اسوي العمليه بكره. النوعيه هذه من الناس يكون عندهم رده فعل ما بعد العمليه سيئه. يدخل في مرحله نفسيه متعبه، لانه انسان ياكل ويشرب طبيعي فجاه ما ياكل الا تقريبا ربع الصحن، ربع الكميه بالضبط، فيتعب نفسيا لانه لم يتم تهيئته. فعمليات السمنه بشكل عام هي عمليات فريق عمل واحد، هي ليست الجراحة بالذات بقدر ما تكون جراحة وطبيب نفسي وطبيب وطبيبة تخصصية التغذية، طبيب جهاز هضمي وطبيب باطنة، كلنا فريق طبي واحد نعمل كيد واحدة. فالمريض ينتقل من طبيب إلى آخر إلى أن يصل إلى الجراح آخر المرحلة لتجهيز المرحلة العملية. آخر مرحلة وليس أول مرحلة. بالضبط. هذا اللي تبغى تقوله. هذا اللي أنا بوصله دائما، أنه لا تكون الجراحة بالنسبة لكم. في بعض الناس يقولك لا أنا مثل ما قلت لك الأقبال العملية بكرة. هذا حيعاني. إحنا ما عندنا مشكلة كجراح، أنا كجراح ما عندي مشكلة، لكن المعاناة النفسية على المريض. نرجع لموضوع العملية. طيب معليش سؤال في الجزئية هذه، لما تقول إن هو راح يأكل ربع الكمية مثلا وبالتالي يحس بأزمة نفسية، هو لما يأكل ربع الكمية هيشعر بالشبع. صحيح. وبالتالي يعني إيش الأزمة في كذا؟ الأزمة إنه نفسيا إنسان لم يهيئ نفسيا إلى مرحلة ما بعد العملية، إنه عايش أكل اللي أنا أبغاه أشرب اللي أنا أبغاه، فجأة مقيد بكمية معينة بطريقة معينة. فهذه تغيرات نفسية عند الإنسان ما يكون متوقعها، لم يهيئ لها فما يكون متوقع لها. أيوة. وهذه أنا شفتها في أكثر من مريض. يعني أنا شيء بالشيء يذكر، أنا أذكر مريض جاني قبل العملية كان متحمس، فكان عمره تقريبا 19 سنة ما أنسى. أوه. يعني فجاني بعد أسبوعين من العملية قال لي دكتور أبغى معدتي. رجعوا لي معدتي. بالضبط. قلت له حاضر ولا يهمك أبشر. فخلاص رجع لي بعد اسبوعين اجهز لك المعده. طبعا المعده خلاص احنا رميناها، فاجهز لك المعده ونضبطها وترجع لي بعد اسبوعين عشان خلاص ارجعها لك. فكان يعني الرجل يعني ما تخيل اي نفسيته تعبانه. فجاني بعد اسبوعين مبتسم، قلت ها وين جاهزين؟ قال لا خلاص اموري عدت. بدا يلاحظ النزول، بدا يحس انه النفسيه تغيرت، تعامل او دعم الاهل كان بالنسبه له يعني جدا قوي، بدأ يعيش حياته طبيعية، فحس بالفرق. ممتاز. فهذا اللي أنا أقوله دائما، التحضير النفسي مهم. ممتاز. طيب نرجع طبعا للمراحل العملية. مراحل العملية، مدة العملية طبعا هي ساعة إلى ساعة ونص بالمنظار. يكون فيها طبعا القص، لو نشوف هنا نقرب على الصورة. كاميرا نقرب على الصورة. تعطينا بس صورة التقاطية. أيوة. انتوا هي طبعا هنا تقصوا اجزاء من المعده؟ لا احنا ولا تدبسوا ولا كيف؟ لا احنا طبعا زي ما انت شايف هنا. في هذه رسمه المعده، فاحنا ندخل انبوبه. ايوه. من فم المعده الى اخرها. بلا بس لو تعدل الورقه دكتور. ايوه بتفضل. ايوه. فاحنا نقص بشكل طولي، نشيل تقريبا حوالي 75 الى 80% من المعده. هذا الجزء كله نشيله من المعده ونطلعه تماما، فغير مستخدم، فهذه نرسلها الى قسم علم الامراض بس نفحص المعده انه ما يكون فيها اي امراض غير حميده. الهدف من العمليه بالدرجه الاولى هو ازاله الجزء العلوي. لو تشوفون الاكسات هذه، هذا الجزء العلوي هو المهم في عمليه التكميم. هذا المكان اللي يحتوي على هرمون الجوع اللي يخلينا دائما جعانين. يعني ناكل بعد ساعة ساعتين ثلاثة نحس بالجوع، ناكل مرة ثانية. أيوة. فأنا عندما أستأصل المنطقة هذه فأنا أقلل كمية أو أقلل من إمكانية أنه أنا أجوع خلال فترة بسيطة. فممكن إنسان يجلس تقريبا 10 ساعات ما يحس أنه جعان لما يشيل هرمون. لما نشيل هذه، لما نستأصلها المكان هذا أو نعم. جدار المعدة مرتبط بالهرمون. بالضبط. فهنا منطقة إفراز الهرمون. فأنا إذا استأصلتها بالشكل هذا أنا أقلل من إحساس الناس بالجوع. أيوة. فيصير عنده فترة شبع مدة أطول. هذا لا يعني أن الإنسان ما يأكل أو يشرب، وهذا من الأخطاء اللي يطيحون فيها المتكممين، أنه لا أنا ماني حاس في الجوع، ماني حاس ما أشرب. طبعا الجسم يحتاج، وهذا سؤال مهم. هي الجسم يحتاج، فلازم تعوض كميات أنت كنت تأكل وتشرب براحتك، الآن الكمية جدا قليلة، فممكن الإنسان يعرض نفسه إلى الجفاف والمشاكل، وهذه حنجيها من في حديثنا بعد. ممتاز. عن المشاكل المعدية. فنقص المعدة، المحصلة النهائية حتكون بالشكل هذا.
عملية التكميم تقريبا تنزل من حجم الجسم من 60 إلى 70% من الوزن الزائد. أها. تجي تقول لي عفوا المعدة هذه بكبرها اللي قبل شوي صارت زي الأنبوب كيف؟ زي الأنبوبة، احنا نسميها زي الموزة أو الأنبوبة أو المسميات تختلف. يعني التضخم هذا كله شلتوه أنتم بالضبط 70% من جدار المعدة. نعم. ومن فوقياتها خصوصا بشكل طولي. بشكل طولي. نعم. قصيتوا الاسطوانه كبيره هذه صارت زي الموزه الصغيره بالضبط. طيب واعلاها قصيتوه برضو نقصه؟ لا لا كل هذا نقصه. لا الاعلاها اللي هو في منطقه الهرمون بالجوع اللي هناك. اي هذا نقصه. اي هذا نقصه. اي بالضبط. طبعا احنا لو قارنا بين الشكلين، انا لو هنا كنت اكل مثلا او كان المريض ياكل تقريبا خلينا نتكلم عن 6-7 لتر اوكي، او المقاس اللي كان يملي فيها معدته هنا يحصل على فقط 100 إلى 120 ملي الداخل. عشان كده احنا نقول لك هي عملية تقلل كمية الأكل الداخل للمعدة. فتخيل 120 ملي، 120 ملي بمعنى يمكن ما نكمل ربع علبة موية صحة بس. صح. فهذا هو الهدف من العملية، طعام وشراب. طعام وشراب بالضبط. بالضبط. اها يعني الان فعلا العلبه بنص ريال هذه 330 ملي لتر. نعم. هذه يعني نصها كمان. إيه 120 ملي. 130 تمتلي معي بالضبط. اي تتكلم عن اقل من الشخص الطبيعي بكثير. بالضبط. فهذه تدريجيا تبدا الانسان تحسسه بالنزول في الوزن على مرحله تقريبا نتكلم عن شهر شهرين تصل الى 3 شهور حيبدا يتدرج في النزول. كل ما زاد من النشاط الرياضي كل ما حرق من السعرات الحرارية أكثر، كل ما احتاج أنه يعطي نفسه كمية عالية من البروتينات على أساس أنه يحمي نفسه من الترهل للعضلات ومن إعطاء الطاقة لنفسه على أساس يأيض أو يحرق السعرات الموجودة السابقة دهون الموجودة. أكيد أنت تعرف أنه البروتين جزء مهم في عملية الأيض. صح. وبالتالي أيضا جزء مهم في عمليات اللي هو بناء العضلات. فالإنسان لما يبدأ ينزل أول شيء يبدأ يخسره من الوزن الزائد، بعدها تروح إلى مرحلة العضلات فيبدأ يأخذ من العضلات اللي هو البناء الأساسي للجسم. بالضبط. فيبدأ في ضمور. فدائما نقول لا عليكم في البروتينات، البروتينات هو الجزء الأكبر اللي أنت تحتاجه للتعويض منه. طيب احنا باقي معنا دقيقتين يا دكتور، تمت العملية على قولك في ساعة ونص، بعدها خلال 2-3-4 عليه هو يمارس أنشطة أخرى إضافية وبعض الأشياء. طيب في شيء مهم طبعا أنا فضل. قبل نختم الحلقة المخاطر الأساسية لعمليات التكميم عندنا 4 أو 5 أشياء. تفضل. النوع الأول اللي هو مسألة التسريب. التسريب أنها من بير الشقوق. بالضبط. لأن هذه كلها دبابيس. هذه قد يحدث، لكن الآن يعني كل الدراسات العالمية أثبتت أنه نسبة التسريب أقل من 1%. فهذه بتطور الأجهزة، بتطور خبرة الجراح، واختيار الجراح هذا هنا أمر مهم جدا. الجراح الماهر. الجراح الماهر ومتخصص في عمليات السمنة. اثنين، قد يحدث عندنا شيء النزيف، والنزيف هذا قص في المعدة مثل أي قص في جسم الإنسان معرض للنزيف. بس نزيف داخلي. نزيف داخلي لكن يعني أثناء العملية، فالإنسان في الجراح إما أنه يكويه أو أنه يخيطه في حال استمر النزيف. الأمر الثالث اللي هو تخثر الدم، واحنا ما نسميه تجلطات الساقين والصدر تحت. اي نعم. والصدر فوق. اي فهذه احنا دائما نتفاداها، نعطي المريض مسيلات للدم قبل وبعد العمليه. امر مهم اللي احنا نقول دائما تلتزم بالحميه والبرنامج او النشاط البدني. الهدف من العمليه هي عمليات مساعده وليست علاجيه، تساعدك انك انت تنزل في الوزن وتساعدك انك تغير حياتك الغذائيه والسلوكيه والبدنيه، تغيرها الى الافضل. طيب والاعراض الاخيره؟ فالعرض الاخير انه اللي ما يلتزم في هذه كلها معرض انه بعد سنه الى سنتين تتمدد المعده مره ثانيه. هذا سؤالي. المعده ممكن اكيد هي ما شاء الله جدار قابل للتمدد. نعم. راح تتمدد بعدين؟ هي عضله قابله للتمدد، اذا ما التزمنا ممكن بعد سنتين حنرجع نلاحظ زيادة في الوزن وبتزيد إلى المستوى الأول. وما توقع ما توصل إلى المستوى الأول، لكن من جرب النحافة حيتحسف على كل كيلو بدأ يزيدها. كم قيمة العملية متوسط قيمتها في السعودية؟
طبعا حاليا كأسعار تتراوح ما بين ال 25 إلى ال 35 تقريبا. طيب آخر سؤال، هل سوف نشهد مثل هذه العمليات في مستشفيات حكومية أو هل هي موجودة في مستشفيات حكومية حاليا؟ طبعا في بعض المستشفيات الحكومية في المملكة تعمل العملية النوع هذا من العمليات، لكن ما زلنا نعاني من نقص المراكز المتخصصة في جراحة السمنة في السعودية، وأنا من هذا المنبر أتمنى أنه نشهد نقلة نوعية في القضاء على السمنة. إحنا ثاني دولة أو ثالث دولة على مستوى العالم في السمنة، أتمنى أن نرى مراكز متخصصة قريبا في مستشفياتنا بحول نقضي على السمنة ومضاعفات السمنة. دكتور نايف عبد الله العنزي، رئيس قسم الجراحة في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. يا أهلا وسهلا، وقدامكم العافية إن شاء الله. الله يعطيك العافية. أنتم أيضا أيها المشاهدون الكرام، شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة. حقيقة استوعبنا الكثير من مجريات هذه العملية المهمة، نسأل الله ألا نصل ربما إليها، ولكن إذا وصلنا فالأمر سيعدي بسهولة ويسر طالما في بلداننا مثل هؤلاء الأكفاء من الأطباء المميزين. الشكر لله والمتابعة مع الرسالة اليوم إلى فقرة، ما اسم الفقرة التالية؟ كتبوا لنا والزميل إبراهيم السلمي.